من المرأة في الحدث، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. في حلقتنا لليوم نستعرض وإياكم أهم الأخبار السياسية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالمرأة من الشرق الأوسط والعالم، فابقوا معنا. ونبدأ حلقتنا اليوم من العراق، حيث تظاهرت الآلاف من النساء العراقيات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب دعما للاحتجاجات والمتظاهرين التي تشهدها البلاد منذ الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 2019. لنشاهد معا. شهدت العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس تظاهرة حاشدة للنساء الذين خرجوا في مسيرة كبيرة دعما للمتظاهرين. ودعت ناشطات من بغداد بحملة لخروج أكبر عدد من النساء في مسيرة تهدف لرفض العنف ضد المتظاهرين والملاحقات التي يتعرضون لها. وأكدت المتظاهرات استمرارهن بالتظاهر والتواجد داخل ساحات التظاهر وتقديم العون الطبي والخدمي للمتظاهرين، حاملين أعلام العراق وسط هتافات مشيدة بسلمية التظاهرات التي تشهدها البلاد. كما توافد عدد كبير من النساء من مدينة الناصرية في ساحة الحبوب للمشاركة بالمسيرة النسوية، وتوشحن بالزيين الوردي والبنفسجي تضامنا مع الحملة التي أطلقتها ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات الأخرى. وحملت النساء المشاركات في المظاهرات أعلام العراق وصورا لفتيات قتلن خلال المظاهرات الاحتجاجية، وهتفن بشعارات بالروح بالدم نفديك يا عراق وثورة نسائية ثورة سلمية، كما طالبت هتافات أخرى بتحقيق مطالب المتظاهرين وإعادة بناء العملية السياسية وتشكيل حكومة تمهد الانتخابات مبكرة. وساندت نساء البصرة أيضا التظاهرات النسوية التي خرجت في بغداد والناصرية بهتافات تؤيد المتظاهرين. ولم يسبق للعراق أن شهد مظاهرات نسائية سلمية مثلما حدث في الشوارع يوم الخميس، حيث اكتظت بهن ساحات تظاهر في التحرير والحبوب والبحرية وساحات أخرى في المحافظات. إيماناً منها بأن شخصية الإنسان تبنى بالعلم والمعرفة، اصطحبت معها كتبها وقرطاسيتها على عكس حال النازحين الآخرين الذين حاولوا تأمين مستلزمات قوت رحلة نزوحهم من درعا. واليوم بنشرها لرسالة العلم بين مخيمات الزعتر تنال الشابة السورية مزن المليحان جائزة دريسدن للسلام. لنتابع. الأزمة السورية تركت تداعيات سلبية على مستقبل الأطفال السوريين، وخصوصا اللاجئين منهم الذين حرموا من متابعة تعليمهم، مما قضى على أمالهم نحو مستقبل أفضل. الشابة السورية مزن مليحان التي وصلت مع عائلتها لمخيم الزعتر بالأردن، ثاني أكبر مخيمات اللجوء بالعالم، هربا من قصف النظام السوري على محافظة درعا، أصرت على متابعة تعليمها بعد أن اصطحبت معها قرطاسيتها المدرسية رغم ظروف المخيم الاستثنائية. مزن لم تكتفي بالوقوف عند تعليمها وحسب، بل قادت نشاطات وحملات تعليمية وتوعوية ضد الزواج المبكر للفتيات وتوفير فرص تعليم أفضل للأطفال في مناطق الحروب عبر العالم، من خلال عملها مع منظمة الطفولة العالمية اليونيسيف كسفيرة للنوايا الحسنة. وبهذا كانت مزن جديرة بأن ترشحها مؤسسة كلاوس شيرا لنيل جائزة دريسدن للسلام، لتمكنها من تجاوز العقبات في مسيرة نضالها من أجل تعليم الأطفال، وذلك بعد أن اختارتها أيضا مجلة تايم الأمريكية من بين المراهقين الأكثر تأثيرا في العالم. العلم ثراء للشخصية، فعندما تتمتع بالتعليم لن يكون بإمكان أي شخص أن يسلبه منك، هكذا تقول مزن مليحان. تشكل قضية عوائل تنظيم داعش الإرهابية بمخيمات الاحتجاز في شمال شرق سوريا قنابلا موقوتة بسبب تعثر الجهود المتعلقة بتسوية أوضاعهم من قبل المجتمع الدولي ورفض الغرب لعودة معظمهم، ناهيك عن غياب شبه كامل لدور المنظمات الإنسانية. للمشاهد.
يطوي النسيان نساء وأطفال تنظيم داعش الإرهابي بمخيمات الاحتجاز في شمال شرق سوريا في ظل تملص المجتمع الدولي من مسؤوليته إزاءهم. ويعيش في مخيم الهول 10,000 على رقعة مترامية في خيام من قماش أبيض، لا يقي برد شتاء ولا مطر أجواء، ويلعب الأطفال في طرقات موحلة مع غياب شبه كامل لدور المنظمات الإنسانية، خاصة فيما يتعلق برعاية وحماية حقوق الطفل. إن شاء الله الوضع هنا صعب جدا. هذا ليس بيتنا بل مجرد خيمة، لكننا نعيش جميعا وكل شيء سيكون على ما يرام إن شاء الله. ويشكل نساء تنظيم أطفالهن قنابل موقوتة على أمن المنطقة في شمال شرق سوريا، والتي تعرضت في كثير من المراحل لهجمات واعتداءات خارجية، بما في ذلك العدوان التركي المتواصل على المنطقة. حاولت الهرب عدة مرات مع أسرتي، لكن تم الإمساك بنا، وخلال إحدى محاولاتنا تم اعتقال زوجي الثاني وشقيقي. وتتحمل الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا العبء الأكبر في إعادة تأهيل أطفال التنظيم ورفع مستوى الوعي لديهم من خلال مراكز محلية، بتزامن مع توجيه مسؤولي الإدارة نداءات متكررة للدول الأجنبية من أجل استعادة مواطنيها. ويرى العديد من المراقبين أن معالجة الأوضاع داخل المخيمات في شمال شرق سوريا باتت حاجة ملحة، وإلا فإن تلك القنابل سوف تنفجر في المستقبل القريب وستزاد وتيرة التطرف وأعمال العنف. المرأة هي الحياة وروحها، أخبار اجتماعية وثقافية، لكن بعد الفصل. زوجان فلسطينيان جمعهما شغف الهواية بين الموسيقى والنقش بالخط العربي من أجل إنتاج أعمال فنية في غاية الجمال تحاكي الواقع الخارجي بكافة زواياه، لكن بصورة جديدة ومختلفة. لنتابع. على إيقاعات ألحان العود التي يعزفها زوجها، تبتدع الفنانة الفلسطينية هناء حمارشة أعمالا فنية مذهلة باستخدام الخط العربي في مزج فريد بين عالمي الموسيقى والفن. أعمال فنية تندرج في إطار مشروع جديد نشأ بين أحضان مدينة طول كرم في الضفة الغربية، ليتمكن الزوجان وهما في الأصل مهندسان من المزج بين إبداعهما الفني وشغاف الهواية. يعني ألهمني لفكرة أنه حابب يفتح مكان ننظم الإشي اللي إحنا مهتمين فيه، اللي هو الفن العربي، اللي الخط العربي والموسيقى الشرقية، ولكن لأنه إحنا الجاليري أو المتجر لازم يحتوي على الأشياء البصرية، فغالباً هو احتوى على الخط العربي بشكل أساسي اللي منقدمه إحنا في الدار. وفي دار هنا التي تأسست في ديسمبر كانون الأول 2019، تمارس حمارشة الإبداع في اللوحات الجدارية وعلى الحقائب وساعات الحائط والطاولات الخشبية المنقوشة بخطوط عربية شديدة الحبكة والتعقيد، ويساعدها زوجها هادي الصدر من خلال العزف على العود. كثير ديكور الدار حلو جدا، بتحسيه عالم، مو بس محل أو مو بس يعني مكان تبيعي فيه لوحات. روحها موجودة بكل لوحة، وأخذت كمان عندها دورة خط، كثير كانت رائعة، بتعطي من قلبها. كثير استفدت منها. أنا يعني مو كثير بالخط، بس كان عندي اهتمام فيه وبحب يعني أطور شوي بحالي. ويبيع المعرض أعمال حمارشة الفنية بما ترتبط به من كماليات، بالإضافة إلى تقديم دورات في الخط العربي للمبتدئين. وتأمل حمارشة بتعليم الخط العربي للأطفال في المستقبل.
تأمل عائلة من إقليم كردستان يجمعهما شغف التدريب على رياضة رفع الأثقال بالفوز في البطولات العالمية بعدما حصدت العديد من الألقاب والميداليات على المستوى المحلي والإقليمي. لنتابع معا. بشكل شبه يومي يتجمع أفراد أسرة كردية بإقليم كردستان ليس حول مائدة العشاء فحسب، بل أيضا في صالة للألعاب الرياضية من أجل الاستمتاع بممارسة رياضة رفع الأثقال التي يشتركون في حبها. ويقدم محمد شمس الدين وزوجته ميديا الطيب الدعم والمساندة والتشجيع لبعضهما البعض منذ سنوات لحصد الألقاب في مختلف بطولات رفع الأثقال المحلية والإقليمية. شفت زوجي تشجعت صراحة للرياضة وحبيت الرياضة ودخلت قوة بدنية. أنا وبنات إنما قوة بدنية لأن حبيت شفت الرياضة إنه حلوة، وصراحة زوجي شجعني والبركة إله والحمد لله شاركت عدة بطولات كردستانية والحمد لله جبت الأول. وبتشجيع من زوجها الذي يدربها منذ 3 سنوات ترغب ميديا الطيب في أن ترى المزيد من النساء يمارسن رياضة رفع الأثقال، وهو شيء غير شائع في المجتمع. كلام الناس يأثر، بس أنا ما علي، أريد أحجز الحاجز، أريد كل امرأة تشوفني وأن هي تحجز تكسر الحاجز وتجي تتمرن وتشوفني وتجرب قوتها، هذه قوة تطلعها، ما تموت بالبيت، خلي تطلع المهارة اللي عندها وتشارك ويانا يعني مثل العالم. ويعمل 2 من أطفالهم الـ3 الآن بجد للسير على خطى والديه من أجل الفوز بمزيد من المراكز المتقدمة بمختلف البطولات المتعلقة برياضة كمال الأجسام، سعيان لتحقيق هدفهم المشترك كعائلة واحدة. أنا أحب هذه الرياضة، أتدرب ل5 أيام في الأسبوع مع والدي، وأتمنى أن أشارك في البطولات العراقية والعربية وأن أفوز بالميداليات. أريد أن أكون بطلة مثل أبي وأمي. ويأمل رب العائلة ومدربها بأن يحظى بدعم من حكومتي بلاده للمشاركة في بطولات عالمية خارج النطاق المحلي والإقليمي. قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن بلغ عدد سكان البلاد 100 مليون شخص بات يشكل عائقا حقيقيا أمام أي تنمية، مضيفا أن أي مشروع اقتصادي لن يجدي نفعا. للمشاهد. بينما انخفضت المدة للوصول إلى الكثافة السكانية المتسارعة باتت أحد أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية والإفريقية، خاصة في مجالات التنمية والاقتصاد. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أكد بلوغ عدد سكان البلاد 100 مليون شخص، الأمر الذي يزيد الضغوط على الحكومة التي ترى أن الزيادة السكانية تمثل تهديداً لخططها للإصلاح الاقتصادي. يزيد من الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، ويحد من نتاج ثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت تحقيقه الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، فيهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية. وبشكل كبير ده بيأثر على ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم، متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم، متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة، السكن، النقل والمواصلات. كل الكلام ده بيؤثر على ما يحصل عليه الفرد من خدمات ومن عوائد التنمية. وتعد المشكلة السكانية بحسب اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية إلى جانب ما يعانيه المجتمع من إرهاب.
ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ألكسندر بوديروزا قال إن إنشاء منطقة جديدة بمساكن ومدارس ومستشفيات بات يمثل أولوية مع نمو سكان مصر نحو 2.5 مليون شخص سنوياً. ويقول مسؤولون أنهم تمكنوا من خفض معدلات الخصوبة بفضل حملة 2 كفاية التي تتحدى تقليد العائلات الكبيرة في المناطق الريفية، مستهدفة أكثر من 1 مليون أسرة فقيرة لدى كل منها أكثر من 3 أطفال. إلى خبرنا الرياضي، حيث بلغت كل من السويسرية بيلاندا بينشيتش والفرنسية أوزيان دودان الدور الثالث من بطولة سان بطرسبورغ للتنس على حساب الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا والبريطانية جوانا كونتا على التوالي. المزيد في سياق التقرير التالي. ضمن بطولة سان بطرسبورغ للسيدات بلغت السويسرية بليندا بينيشيتش الدور الثالث من البطولة على حساب الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا بتغلبها عليها بمجموعتين دون رد. ونجحت النجمة السويسرية التي تحتل المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بإنهاء المجموعة الأولى لمصلحتها بعد أن لجأت للأشواط الإضافية وحسمتها ب7 أشواط ل6. وفي المجموعة الثانية حاولت روسيا المصنفة 49 عالميا العودة لأجواء اللقاء، وكانت ندا قويا لبينيشيتش التي تمكنت بفضل خبرتها أن تتحكم بالأمور وتنهي المجموعة ب6 أشواط ل4 بعد مباراة استغرقت قرابة 2 ساعة إلا ربع. وتنتظر بينيشيتش في الدور المقبل الفائزة من مواجهة المصنفة في المركز 61 في التصنيف العالمي الفرنسية أليز كورنت مع اليونانية ماريا سكاري. وفي مباراة أخرى من ذات الدور فجرت الفرنسية أوسيان دودان مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائها للمصنفة 14 عالميا البريطانية جوانا كونتا وبلوغها ربع نهائي المسابقة. وبعد أقل من 35 دقيقة حسمت دودان المصنفة في المركز 159 على العالم المجموعة الأولى لمصلحتها ب6 أشواط ل3. وانتفضت كونتا في المجموعة الثانية بعد تخلفها عن دودان بشوطين، ولكن رغم ذلك لم تتمكن من العودة لأجواء المباراة التي انتهت بعد قرابة 90 دقيقة بفوز الفرنسية الشابة بمجموعتين دون مقابل تفاصيلهما 6-3 و6-4. هذا وتنتظر دودان في دور الثمانية الكازاخية إيلينا ريباكينا التي تغلبت بدورها على الفرنسية فيونا فيرو بمجموعتين نظيفتين. للمرأة تاريخ حافل بالنضال على مدى عقود، محور لقائنا بعد الفصل. في لقاء خاص مع قناتنا تحدثت العضوة التنفيذية بمجلس المرأة في شمال شرق سوريا ورئيسة شبكات قائدات السلام ستير قاسم عن مسيرة نضال المرأة في التاريخ وكفاحها لتحقيق المساواة ونيل حقها المشروع في العمل والتعليم والمشاركة بكافة نواحي الحياة وصولا لأعلى المراتب. لنشاهد. لا شك أنه المتابع لمسيرة المرأة النضالية بالعالم وعبر التاريخ وحتى الآن سيلاحظ أن المرأة ناضلت وجاهدت كثيرا من أجل أن تحقق لذاتها وشخصيتها وتحصل على حقوقها المشروعة حسب القوانين والأعراف والشرائع السماوية. والتاريخ زاخر بالأمثلة عن تضحيات المرأة في سبيل إحقاق هالحقوق لحتى الآن نحن في القرن 21، يعني ممكن نقول أنه سمي بقرن المرأة
لأن حتى المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية ذات الشأن أصدرت قرارات عدة تحترم المرأة وتعزز مشاركتها السياسية في جميع مجالات الحياة، والكثير من الاتفاقيات والقرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة هي في الحقيقة تدعم مسيرة المرأة النضالية عبر التاريخ وحتى الآن، مثلا اتفاقية بيجين، اتفاقية سيدا، وقرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن، واللي حد طبعا هذا القرار مهم كتير لأنه يعزز أو يدعو إلى مشاركة المرأة في المجال السياسي ومفاوضات السلام وحل النزاعات. إذا فينا نسقط هالاتفاقيات وهالنضالات وهالإنجازات على مناطق شمال شرق سوريا، نلاحظ أن المرأة قطعت شوط كبير وحققت إنجازات ومكتسبات كثيرة، وخاصة مع وجود الإدارة الذاتية الديمقراطية. طبعا المرأة كان لها وجود عبر التاريخ، وخاصة إذا فينا نذكر المرأة الكردية، من وجود التنظيمات السياسية عام 1957 كان لها وجود بالأحزاب والتنظيمات السياسية، كان نضال إلى حد ما مقبول قياسا بالفترة الزمنية و بالنظام اللي كان سائد واللي كان يعني ما كان فيه ديمقراطية، كانت يعني الغبن والظلم كان على المرأة مرتين، مرة كمواطنة ومرة كامرأة. الآن في ظل ما حدث في شمال شرق سوريا وفي ظل ما يمكن أن نسميه بثورة المرأة أو نهضة المرأة، المرأة قطعت شوط كبير وأصبحت مثال يحتذى في العالم. حب التملك يحرم الأبناء من السعادة، محور مقالنا بعد الفاصل القصير. الأم المتسلطة تضيع مستقبل أبنائها، تمتلكهم كما لو كانوا تماثيل منظورة للفرجة والعبث مجرد دمى تحركها، وكذلك الأم المخذولة المحزونة والمنكسرة تصدر مشاعرها السلبية لأطفالها بهذه العبارات القصيرة. لخصت الكاتبة المصرية رابعة الختام مقالها لهذا اليوم، لنتابع. الحب لا يقتل أحداً، الجميع يحيا بالحب. ليس بالضرورة أن تصلح تلك المقولة للتعميم على الكل، فهناك حالات كثيرة قتلها الحب، أضاعها وتركها فريسة للفشل. نماذج عديدة لأمهات أضعن أبناءهن بالحب، بالإفراط في الاهتمام والمبالغة في إظهار العطف والحنان. الأم المتسلطة تضيع مستقبل أبنائها، تمتلكهم كما لو كانوا تماثيل منذورة للفرجة والعبث مجرد دمى تحركها. وكذلك الأم المخذولة المحزونة والمنكسرة تصدر مشاعرها السلبية لأطفالها. ولكن الغريب، أثناء بحثي في علم النفس عن مكنونات المرأة وتأثيرها السلبي والإيجابي على محيطها الضيق والأوسع، إنني وجدت الأم شديدة الحب والتعلق بأبنائها تمثل خطراً على مستقبلهم أيضاً، وتضاف إلى الأصناف الأخرى وقد يزيد خطرها. فهي تقدم الحب والعطف بما لا يدع بابا للشك ينفذ منه سرسوبا مهيدا للتفكير في خطورة هذا الحب أو قدرته التدميرية. والحقيقة أن تدميرية الحب أكثر فتكا من تدميرية الكراهية، فالأخيرة طاقة واضحة ترى بالعين المجردة، بيد أن الأولى قوى شفافة لا يقام لخطورتها وزن. تتعدد نماذج المرأة التي تفشل في حياتها الزوجية، أما بالانفصال والطلاق الفعلي وإما بالطلاق النفسي، وهو حالة انفصال الزوجين فيما بينهما مع اتفاقهما على استمرار العلاقة شكلياً وبشكل ظهري فقط حفاظاً على مستقبل الأولاد أو خضوعاً لضغط مجتمعي. وأولئك النسوة مخذولات في الشريك، فأياً ما كانت أسباب الانفصال فالمرأة بحكم مشاعرها تتألم أكثر من الرجل، وبالطبع تخشى تكرار هذا الفشل، تتمسك بأبنائها بصورة مرضية ومزعجة، ترفض ارتباطهم إما خوفاً عليهم من تكرار سيناريوهات الفشل وما يتبعه من حزن وألم،
أو خوفاً عليهم من البعد عنها، ضياعهم من يديها فيما يشبه حب الامتلاك. الأدب والفن مرآة الواقع، يعكسان ما يحدث من تداخلات في النفس البشرية ويبينان مدى التشابك والتعقيد فيها. يسعيان لفك شفرة النفس البشرية وتحليل ما وراء الكلمات والتصرفات والأفعال، بحث المكنون النفسي ومحفزات الوعي. حتى نظرية فرويد وقواعد علم النفس أفردت صفحات وأسالت حبرا للتأكيد بأن الرغبات النفسية المكبوتة تعد ركيزة أساسية في تشكيل الشخصية بشكل قاطع. والدليل على هذا على سبيل المثال نموذج المرأة المتسلطة على أبنائها بدافع الحب والرغبة في تجنيبهم الوقوع في فخاخ التجارب الفاشلة يكثر حولنا بشدة. لزميل مهنة تخطى 50 من عمره، ما زال يبحث عن عروس، يتقدم خطوات واسعة نحو الزواج وما أن يقترب موعد الزفاف حتى يتهرب ويبعد، وكأنه فتاة تخشى من تحمل المسؤولية. ختام الحلقة مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن وكرم المتابعة، إلى اللقاء.